المشكل اللي عندي هو في البنيه ديالتي. تكيفاجئونا هذا العام كيقولوا لنا وليداتكم غتحولوا مصحاب السادس، غتحولوهم بلاصه بعيده، وحنا ما يمكنش لينا. انا بنتي قرات الخامس مع الاعدادي هنايا، يعني قرات التحضيري من التحضيري الرابع قراتو في هذه المدرسه، والخامس قراتو مع الاعدادي. ما عرفت، قال لك ربما اكسيداد، ربما فهمتي. احنا ماشي مشكل، قلنا وافقنا على انه يقراو، يعني قرا المدرسه قريبه لينا هذه ديال السقاط، ماشي مشكل، قلنا ماشي مشكل، ولكن باش يفاجئونا ويجيو سال دابا في هذه الوقيصه ويقولوا لنا ولادكم غيتحولوا صحاب السادس، غتحولوهم بلاصه بعيده اللي هي قراو السادس يعني بلاصه بعيده، ما يمكنش لينا فهمتي، ما يمكنش. حيت كاينه كل واحد وظروف، الله يحسن العوان. ما يمكنش الانسان دابا كاين اللي عنده تربيه، دابا انا عندي وليدات اخرين في المثال، نقري الاخرى نديها هنايا، الاخرى نديها الفوق، الاخرى نمشي معاها الجهه، وكاين اللي عنده مسكين، كاينه المراه مسكينه اللي عندها تربيه كترضع، كاين اللي متثقله، كاين اللي فهمتي، وما يمكنش. قالوا غيديروا شي حل، هذا الشيء اللي سمعت انا. قالوا لينا غتسنيو وديروا التزام، يجيو يقراو يديروا ليهم مهم ثلاثه السوايع في النهار ربما. واش غنقول لك، حنا باقي ما شنا والو دابا الشيء، حنا كيقولوا حنا باقي ما شنا والو فهمتي، وبين ما قال لك شنو غيديروا ليهم فهمتي، يعني شوف شنو غيديروا ليهم. انا كنطالب كأم ما نكذبش عليك، كنطالب ان ولادنا يبقاو وحدانا، حنا حيت كنخافوا عليهم، خايفين من هذا الشيء اللي كيوقع فهمتي. ما يمكنش انا بنتي ديما غاده في جنبي، انا عندي وحده اخرى كبيره كنديها ونجيبها، كبيره راه 5 ايام وكنديها ونجيبها، والكسوبه انا كنمشي للمكتبه كنشريهم لها. انا بناتي انا كان في هذه المدرسه نيت كنتقرا اخرى حتى هي، كنديهم ونجيبهم. عندنا واحد التوقيت ما نعاودش لك عليه، التوقيت راه ديه رديه، يعني دي لاخر جيب لاخر، توقيت بحال دابا الواحد الله يروح خصو يكون في المدرسه، يعني الدري يمشي بلا غدا. انا بنتي انا ما عنديش مشكل، انا ماشي بغيتهم يجيو يقراو دابا، لا قالوا عن بعد عن بعد عن قرب. انا دويت انا على المشكل ديال بنتي ولا بناتنا كاملين وليداتنا، صيفطهم صحاب السادس، صيفطهم يقراو لهيه، يعني ملي غتعود القرايه يعني غيوليو يحولوهم لهيه. صغار 2009 في الزايدين، راه ما يمكنش لا يعقل، راه ما تدخلش الراس، راه ما تدخلش العقل.